السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل العلم والعمل للرافع. تعريف الشاعر: هو الأديب المصري مصطفى صادق الرافعي، ولد بمحافظة القليوبية سنة 1880، حفظ القرآن على يد والده وأصيب بمرض في أذنيه انتهى به إلى الصمم، وله العديد من المؤلفات في مجال الأدب والكتابات الإسلامية، وتوفي في سنة 1937 ميلادي. النص: إن المعارف للمعالي سلمه، وأولو المعارف يشهدون لينعموا، والعلم زينة أهله بين الورى، سيان فيه أخو الغنى والمعدم. فالشمس تطلع في نهار مشرق، والبدر لا يخفيه ليل مظلم، وأخو العلا يسعى فيدرك ما ابتغى، وسواه في أيامه يتظلم. والخاملون إذا غدوت تلامه، تلومهم حسبوك في أسماعهم تترنم. في الناس أحياء كأموات الوغى، واغزو الأسنة فيهم لا يؤلم. فاصدم جهالتهم بعلمك، إنما صدم الجهالة بالمعارف أحزم. واخدم بلادا أنت من أبنائها، إن البلاد بأهلها تتقدم. معاني المعارف اللي هي العلوم مفردها معرفة، والمعالي المرتبة العالية المشرفة. السلم آلة الصعود للأماكن العالية، جمعها سلالم وسلاليم. أولو أصحاب يجهدون، يبذلون جهدهم ويجتهدون. ينعمون، يتمتعون، يسعدوا، والمراد يحصلون على ما يريدون وعكسها يشقوا. زينة افتخار وعظمة، جمعها زين وزينات، الورى الخلق أو الناس. سيان متساوون، لا فرق بينهم، عكسها مختلفون. أخ جمعها إخوة، الغني الثرى، عكسها الفقير والمعدم، جمع الأغنياء. المعدم الفقير، جمعها المعدمون. الشمس جمعها الشموس، تطلع عكسها تغرب. نهار المقصود ضياء، وليل جمعها وعكسها ليل، وجمعها أنهار. مشرق مضيء، عكسها مظلم. البدر القمر، جمعها بدور. يخفيه يظهره. المعاني تانية: العلا الرفعة والمجد، عكسها الحقارة والوضاعة. يسعى يتحرك، عكسها يقبع ويجلس. يدرك يفهم، عكسها يجهل. ابتغى أراد، عكسها رفض. سواه غيره، جمعها أسواق. يتظلم يشتكي. الخاملون كسالى والمتقاعسون، مفردها خامل، عكسها النشيط والطموح. غدوت ذهبت وانطلقت، رجعت توقفت، عكسها تلومهم تعاتبهم، وعكسها تمدحهم. حسبوك ظنوك، عكسها تأكدوا. أسمعوك أسمعهم أذانهم، مفرد السمع. تترنموا تغني، عكسها تنوح. أحياء على قيد الحياة، عكسها أموات. الوغي الحرب والسلم، واغز طع. الأسنة نسل الرماح، مفردها سنان، يؤلم يؤثر ويتعب. المعاني الثانية: أصدم واجه بقوة، عكسها أهرب وفر. جهالتهم طيشهم وحمقهم، عكسها علمهم. صدم مقابلة وملاقاة، عكسها هروب. احزم انفع وأشد، عكسها أضر. أخدم نمي وشيد، عكسها أهدم. تتقدم تتطور، عكسها تتخلف. شرح الأبيات: يوضح الشاعر أن العلم أساس العلا، وأن أصحاب العلوم والمعارف هم الذين يجتهدون ليسعدوا ويحصلون على ما يريدون. وبين أن العلم يجعل لصاحبه مكانة عظيمة وشأن بين الناس، لا فرق بين الغني والفقير في العلم. الشرح: قول الشاعر أن طلاب العلم يسعون ويجتهدون، ولكن هناك صنف آخر من الناس خامل، لا يقوم بأي شيء ولا يتأثرون بأي شيء، على الرغم من أن هذه الأشياء فيها فوائد للبشر، فمنهم أموات بين الناس الأحياء لا يحسون بالحياة. يوضح الشاعر أنه من الواجب على صاحب العلم أن يواجه الجهل بالعلم، حتى يقابل الجهلاء بقوة وعنف، ولا بد أن ينمي ويطور بلاده، لأنها تربى فيها ولها فضل عليه، فإن البلاد بأبنها تتقدم، فهي سر تطورها.
جمليات أصدم أسلوب أمر غرضه النصح والإرشاد أصدم جهلتهم بعلمك تصوير جميل صور الجهالة بعدو واجه الإنسان والعلم بسلاح يواجه به العدو إنما صدم المعارف أسلوب قصر أداته إنما يفيد التخصيص والتوكيد جهالتهم والمعارف تضاد يوضح المعنى ويقويه صدم الجهالة بالمعارف تصوير جميل يصور الشيء بشيء مادي صور الجهالة بشيء مادي نواجهه بالعلم وهذا دليل على قوة العلم احزم توحي بقوة في مواجهة الجهل جمليات التانية في الناس احياء كاموات الوغى تصوير جميل لجاهلين بالاموات وهذا يدل على عدم القيمة لهم وهو اسلوب قصر يفيد التخصيص والتوكيد احياء اموات بينهما تضاد يوضح المعنى ويقوي واغز ولا يؤلم تضاد يوضح المعنى ويقوي اخو العلا يسعى تعبير جميل يبين اهمية السعي لنيل الاماني وهو تصوير جميل صور فيه العلا بانسان له اخ يسعى فعل مضارع في التجدد والاستمرار يدرك ما ابتغى نتيجة لما قبله ما موصولة تفيد العموم الشمول من أيامه يتظلم تصوير جميل للدنيا بإنسان أو شخص يشتكي منه الإنسان وسير جمالات التشخيص دي طبعا الجماليات الثالثة وأشكركم على حسن استماعكم نفهم نتعلم ببساطة.